لن ننسى. دماء أقباط مصر في 26 من مايو عام 2017 شهدت مصر مذبحة دموية أراقت دماء الأبرياء والسالمين الآمنين من أبناء الوطن بعد هجوم إرهابي غادر على حافلة كانت تقل مجموعة من المصريين الأقباط في رحلة دينية من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا. وأثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا هاجمهم مجموعة من الإرهابيين المسلحين وأطلقوا على العزل الآمنين وابلاً كثيفاً من الرصاص. وبدلاً من إتمام رحلتهم الدينية ارتقوا شهداء بعد أن غرقت جثامينهم في بركة من الدماء على طريق الدير. أسقط الحادث الإرهابي الآسم 29 شهيداً و24 من المصابين. لن ننسى جرائم جماعة القتل وسفك الدماء باسم الدين، ولن ننسى أن الدين من الإرهابيين براءً.